اتصال من المحامي محمد عبد القادر الجاسم، اهلا بك معنا. اهلا وسهلا. يعني استاذ، نريد رؤيتك لما حصل اليوم ومن قرار المحكمة الدستورية والقاضي بحل مجلس الأمة. يعني شوف، النظر إلى الموضوع من زاويتين، من الزاوية القانونية ومن الزاوية السياسية. من الناحية القانونية هناك الكثير مما يمكن أن يقال ومما يجب أن يقال حقيقة، لكن هذه المسألة محلها بحث علمي عميق جدا لدراسة هذا الحكم. وإنما يعني في عجالة أقول عن هذا الحكم أنه هو إذا جردناه من الأمور المتعلقة بحل مجلس أمة وفي أغلبية سياسية معارضة إلى آخره، نقدر نقول أن هذا الحكم يعتبر محطة من محطات التطور القانوني أو التطور القضائي. لأول مرة يعني تنتقل المحكمة الدستورية في مراقبتها للطعون الانتخابية إلى مرحلة أو لمراقبة الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية جميع، وأنا أعني بالحرف كلمة جميع الأحكام الصادرة الدستورية في الطعون الانتخابية لغاية 2009. المحكمة الدستورية تقول أنها لا تختص بنظر أي منازعة تتعلق بأي إجراء سابق على التصويت، وبالتالي اليوم كونها تمد رقابتها لمرحلة سابقة على التصويت وسابقة على الانتخابات، ومن ناحية القانونية يعتبر هذا تطور. نحن لا ندخل في النوايا ولا نوحي بمواقف ولا شيء، وإنما من الناحية القانونية الخاسر الحقيقي من وراء هذا الحكم هو السلطة، لأن الآن أصبح بإمكان المحكمة الدستورية، ولا يسع المحكمة الدستورية مثلا بعد شهر أو شهرين أن تتراجع عن هذا المبدأ. الآن المحكمة الدستورية مدت نطاق اختصاصها ورقابتها للمراسيم الأميرية. صحيح أن المحكمة الدستورية تكلمت عن أنها لا تنظر في الناحية الموضوعية والأعمال السياسية، لكنها في حقيقة الأمر هي قيمت مدى مشروعية الأمر الأميري بحل مجلس المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وأبطلت هذا المرسوم، وبالتالي انفتح أمامنا باب آخر للطعن في مراسيم حل مجالس الأمة القادمة، وربما راح يزيد اللجوء إلى المحكمة الدستورية للنظر في المراسيم التي تتضمن أو التي يكون موضوعها أعمال سياسية. وأقول مرة أخرى، لا يسع المحكمة الدستورية أن تتراجع قريبا عن هذا المبدأ الذي أرسته. من الجانب الآخر أيضا، المحكمة الدستورية غيرت اتجاهها في هذا الحكم فيما يتعلق بمفهومها المستقر منذ أن بدأت تنظر الطعون الانتخابية حتى اليوم في مفهوم المصلحة التي تعود للطاعن من الانتخابات. المحكمة الدستورية اليوم توسعت على غير العادة في مفهوم المصلحة، وهذا التوسع محمود نأمل أن لا يكون قاصرا على هذا الطعن، وإنما يستمر في كافة الطعون في المستقبل. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأن هناك أحكام سابقة للمحكمة الدستورية وأمامي هذه الأحكام. المحكمة الدستورية سبقا قررت في أكثر من حكم أنها غير مختصة بنظر أي إجراء يتعلق بالمرحلة السابقة على إبراز الناخب لبطاقته في يوم التصويت. نعم. فعدول المحكمة الدستورية حقيقة، أنا ما أبي أطيل في المسألة، نعم، لكن أستطيع القول بأن المحكمة الدستورية عدلت عن ثلاث مبادئ وليس مبدأ واحد عما هو مستقر عليه طوال السنوات الماضية. سوف نتعامل مع هذا العدول من المحكمة الدستورية على أنه فتح قانون جديد ولن نمنحه أي اعتبار سياسي. الأمر الآخر الذي كشف عنه حكم المحكمة الدستورية أو الطرف المدان، إن كنا نبحث عن طرف مدان في هذا الحكم، وهو السلطة. فحين تعجز السلطة عن إصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفق الأصول القانونية والدستورية، فهذه كارثة.
بعد 50 سنة من العمل الدستوري تعجز السلطة بكل جيشها الجرار من المستشارين في الديوان الأميري والمستشارين في مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع وغيرهم وغيرهم وغيرهم، حين تعجز السلطة عن إصدار مرسوم أميري صحيح بحل مجلس الأمة وعن اتباع الإجراءات الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة، نعم، لنا أن نتساءل عن مدى قدرة هذه السلطة على إدارة، نعم، الدولة أساسا. نعم، وهذا واضح. نعم واضح، لكن أريد سريعا منك يعني أستاذ أن يعني كيف هي قراءتك للمشهد السياسي يعني بالأيام القليلة القادمة؟ سريعا لو تفضلت. المشهد السياسي باختصار، إن صدر أمر أميري مرسوم أميري جديد بحل مجلس 2009 فالأمور تتجه باتجاه الانتخابات وتبقى في إطار سياسي، وسوف تعود كتلة الأغلبية وربما بأكثر من عددها الحالي، بالعكس راح تخسر السلطة بعض أعوانها الحاليين في المجلس. أما إذا رأت السلطة الحفاظ على مجلس 92 فلا 2009 فلا أستطيع سوى القول الله يحفظ الكل. أما إذا أرادت السلطة الحفاظ على 2009 فأنا أعتقد هذا أمر في غاية 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 يعني التصرف المضاد للمصلحة العليا والمصلحة، نعم، المحامي الله يحفظ الكويت. نعم المحامي محمد عبد القادر الجاسم، شكرا جزيلا لك.